فيما يخص الموقف الخارجي، طبعا انتم متابعين كويس قوي الحرب اللي خلصت 5 شهور دلوقتي، يعني شهر يوم 7 اللي فات كان 5 شهور كتير قوي، 5 شهور على العنف والقتل اللي بيتم، واحنا بنحاول بكل جهد مخلص وامين وان احنا نصل الى وقف اطلاق النار في القطاع، حتى يعني نحمي وننقذ أهلنا في غزة، وخاصة المدنيين الأبرياء. وإحنا بنتكلم على أكتر من دلوقتي أكتر من 30,000، تلتينهم من النساء والأطفال، وأكتر من 70,000 مصاب، علاوة على أن تقريبا 60-70% من القطاع مبانيه ومنشآته وبنيته التحتية والمنشآت الحكومية وكل المنشآت الخدمية تقريبا اللي احنا بنتكلم على اللي هي كانت العمود الفقري للقطاع تم تدميرها خلال هذه الحرب. الأرقام اللي ممكن تبقى محتاجة لإعادة إعمار قطاع غزة يعني مخيفة جدا جدا، وعدد السنين اللي المطلوبة لإعادة الإعمار في القطاع. لكن على كل حال احنا بنحاول ان احنا على الأقل يعني نوقف هذا النزيف، نزيف البشر ونزيف المنشآت أيضا، وبنسعى جدا لإدخال أكبر حجم من المساعدات. أنا عايز أقول لكم إن إحنا القطاع فيه حوالي 2.4 مليون إنسان. إحنا حذرنا وقلنا إن الأمر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة، واستخدام غذاء كسلاح آخر في مواجهة المدنيين الأبرياء، وده احنا حذرنا منه من الأول خالص، واحنا حرصنا وكنا دايما بنقول ان معبر رفح مفتوح ومستعدين اي حجم من المساعدات يدخل عشان يعني يوفر لأشقائنا وأهلنا في فلسطين او في القطاع يعني احتياجاتهم الأساسية.